على شارع الشيخ زايد في مدينة دبي شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شهد وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل. وأكد الشيخ محمد بن راشد أن متحف المستقبل يمثل أيقونة معمارية وهندسية عالمية ستسخر لبناء معجزات بشرية قادرة على استخدام المتحف لبناء مستقبل أفضل. وكتب على واجهة المبنى مقولة الشيخ محمد بن راشد: لن تعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن تبدع شيئا يستمر مئات السنين، والمستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه. المستقبل لا ينتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم.